أهلا بكم كل أعزائي المشاهدين وكل أعزائي المتابعين، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وهامة. أهلا بكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة. النهاردة معانا مواضيع هامة ولازم نعرف الدنيا رايحة لفين وماشية لفين. شاهد معانا الآن الشعوب تحرق فواتير الغاز والكهرباء احتجاجا على ارتفاع اسعارها. كمان معانا اسرائيل تضرب مطار دولة عربية وتدمره الان وتخرجه عن الخدمة بالكامل. وشاهد معانا رسميا اول انهيار حقيقي كارثي للدولار في العالم اجمع، والموضوع ده هيأثر على كل حاجة في العالم بعد كده، فلازم تعرف ماذا يدور حولك، ايه اللي في العالم من حواليك. يلا بينا نبدأ نشوف الاخبار بالتفاصيل. وقبل ما ببدأ دايما افكر حضرتك بعمل اللايك، ما تبخلش علينا بيه، اللايك مهم جدا لاستمراريتنا والدعم القناة، فياريت من فضلك لو قدرت تعمله دلوقتي اكون شاكر ليك مقدما عشان نركز في اللي جاي. كمان ما تنساش تنشر الفيديو، نشر الفيديو يا جماعة مهم جدا عشان المعلومة تعم وتروح للجميع، وكمان بتدعم القناة. كمان لو حضرتك جديد معانا وعايز يوصلك كل جديد ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس، يشرفنا وجودك معانا، ودوس على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو الاشتراك او اسمه سبسكرايب. وهنبدأ ونشوف. ودايما قبل ما ببدأ كل مرة انا مصر على الدعاء في هذا العام، عام البلاء والغلاء والوباء، فياريت نقول هذا الدعاء وتساعدوني على نشر هذا الدعاء. الدعاء في هذا العام المليء بالكوارث والمليء بالاشياء الغريبة لازم نلتجئ الى الله سبحانه وتعالى. ساعدوني يا جماعة في نشر الدعاء وتقولوا امين وترددوا وراء الدعاء، والله ممكن يعني نكسب ثواب عالي جدا من معلومة من الفيديو وفي نفس الوقت من هذا الدعاء. فنقول اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والحروب، وانزل رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين امين. انا مش شيخ بقول كده، وانا مش داعية ومش قناة دينية، ولكن يتوجب علينا في هذا العام الغريب الرجوع الى الله وطلب من الله رفع غضبه ويعني رفع غضبه عن البشرية، لان احنا في غضب كبير قوي من الله على البشرية في هذه الاوقات. هنبدأ بقى نشوف التفاصيل بتاعة الاخبار. اول حاجة قبل ما نبدأ زي ما انتم متعودين معايا لازم نفهم احنا الموضوع ماشي ازاي، فعايزين نعرف المعلومة دي. دي معلومة، الصين التبادل التجاري مع روسيا وصل الى اكثر من 117 مليار دولار. 117 مليار مش مليار دولار، ده التبادل التجاري ما بين الصين وروسيا. طب انت بتقول لنا ليه المعلومة، وده اخر تحديث ليه يوم الاربعاء 7 سبتمبر 2022، وطبقا لما اعلنته مصلحة الجمارك العامة في الصين اليوم الاربع ارتفاع حجم التجاري بين روسيا والصين في 2022 مقارنة بالعام الماضي، ووصل ل 117 مليار. طيب ليه بتقول لنا المعلومة دي يا عم فادي؟ بقولك المعلومة دي عشان ده هيأثر على العالم كله، ان خلاص روسيا تبيع الغاز للصين بالروبل واليوان الصيني، بالروبل الروسي واليوان الصيني، بداية لفصل الاقتصاد العالمي، وده بتاريخ يوم الاربع 7 سبتمبر 2022. يعني ايه فصل الاقتصاد العالمي؟ هنا كانت التعامل كله يا بالدولار او باليورو، واحنا قلنا 117 مليار دولار هيقف التعامل بينهم كامل. روسيا والصين قرروا يفصلوا الاقتصاد العالمي، مفيش اقتصاد عالمي ومفيش عملة موحدة هتخش ما بينهم، هم هيتعاملوا بالروبل والايوان. ومن هنا طب ال 117 دولار دولت هيروحوا فين؟ هيترموا في قلب السوق، فبالتالي الدولار واليورو هيزيد. دولت كانوا حاجات تخيل مبالغ وعملة بتتعامل فيها
البلدين دولت ومن اقوى بلاد العالم، و117 مليار مش حاجة سهلة، دي ميزانية دولة كبيرة. لما يبدأ من اعتبارا من اليوم التعامل بالروبل الروسي والايوان، ايه اللي هيحصل؟ الروبل الروسي هيعلى جدا لان عليه طلب، والايوان هيعلى جدا، وهيبدأ انهيار الدولار واليورو. وبعد كده في دول كتيرة هتبدأ تتعامل مع روسيا بالروبل، لان روسيا هتمنع التعامل نهائي بالدولار واليورو. ونشوف الخبر في كذا مكان. غاز بروم، الصين ستدفع مقابل واردات الغاز الروسي بالروبل واليوان. ده كان يوم الثلاث 6 سبتمبر. طب ايه تاني؟ اتفاق رسمي بين روسيا والصين رسمي خلاص على دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل واليوان. وطبعا ده معناه ان هيبقى في فصل في الاقتصاد العالمي، وانهي بقى اللي هيكسب. واحنا شفنا ان روسيا في حرب الغاز والبترول، روسيا اللي كسبت واوروبا تعاني. فانا عايز اقول للناس اللي حاملين رهان على الدولار، ممكن الدولار يعلى الفترة دي، ممكن اليورو يعلى الفترة دي، لكن بعد كده طبعا الكلام ده مش هيسمع بكرة ولا بعد ولا بعد اسبوع، هيعلى فترة. وبعد كده لما التجارة تبدأ تزيد قوي، والروبل والايوان هم اللي الناس كلها بتدور عليها، ودول كتيرة تخش في القصة دي، هتبص تلاقي هيبدأ يحصل انهيار كارثي، لان هم مش عايزين الدولار يبقى العملة الموحدة في العالم. وده يعني لازم تخلي بالكم منه للي بيتعامل في الدولار. وهنا اعلنت شركة غاز بروم الروسية اليوم الثلاثاء انها وقعت اتفاقية جديدة مع الصين لبدء تحويل مدفوعات امدادات الغاز الى بكين لتصبح باليوان الصيني والروبل الروسي بدلا من الدولار. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن المساعي الروسية لتقليل اعتماد موسكو على الدولار الامريكي واليورو والعملات الصعبة الاخرى في نظامها المصرفي وفي التجارة العالمية. ده كله هيأثر على العالم يا جماعة. من جانبه قال رئيس التنفيذي لشركة غاز بروم اليكسي كذا ان السماح بالدفع من خلال العملات المحلية بين البلدين كان مفيدا لشركة غاز بروم من جهة وشركة البترول الوطنية الصينية من جهة اخرى. واضاف ميلر ان تلك الاتفاقية تسهم في تبسيط حسابات الدفع بين الطرفين الى جانب تنمية الاقتصاد الروسي بعيدا عن هيمنة العملة الخضراء. وده نقلا عن رويترز. وكمان اللي عرفناه ان السعودية في اتفاق، هل معلن ولا لا لسه هنشوف، مع الصين بانها كل توريدات البترول والتجارة ما بين السعودية والصين انها تكون بالايوان الصيني. وبالتالي دي برضو كارثة ان الدولار هيقل بطريقة غير عادية. بس الكلام ده مش بقول لك بكرة ولا بعد ولا الاسبوع الجاي ولا الشهر الجاي، ممكن ياخد له شهرين ثلاثة عقبال ما الدنيا تستقر. وهنا نفس الكلام اللي بنقوله، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الحدث بانه تاريخي ليس لاسواق الطاقة العالمية فحسب بل لروسيا والصين كذلك. ويعد هذا الاتفاق مؤثرا لاسباب عديدة، منها ان التبادل التجاري بين الصين وروسيا شهد تطورا كبيرا منذ بدء الحرب الروسية الاوكرانية، لا سيما في النفط والغاز. وسبق لروسيا ان وقعت اتفاقية مع الصين لتزويدها بما قيمته 400 مليار دولار لمدة 30 عاما ابتداء من 2019، ولتمدد العقد في بداية الحرب بقيمة 37 مليار ونص تاني زيادة، ستكون كلها منذ الآن بالروبل والإيوان الصيني. وبعد هذا القرار، ويعد هذا القرار في مصلحة الطرفين. والكلام بقى كتير وبيشرح العالم هيتأثر ازاي والدنيا ازاي. ومن اللي احنا قريناه من هذه الدباجة الكتيرة جدا ان العالم كله هيتأثر بعد شهرين ثلاثة، او يمكن على اخر السنة او اول السنة 2023، ان هتبقى في كارثة للدولار ويهوى الدولار. ولو دول كتيرة ابتدت تعمل كده فخلاص ممكن تشتري من الصين بالايوان، كل الناس اللي بتستورد من الصين ممكن تستورد بالايوان، وبعد كده كل الحاجات اللي انت عايزها من قلب روسيا تاخدها بالروبل. وفي الاخر اوروبا وامريكا
هينهاروا في العملات زي ما احنا متوقعين ان هيحصل انهيار اقتصادي كبير في الدول الغربية كلها. طيب معانا ايه تاني بقى؟ الغلاء الاسعار، وابتدت المحتجون يحرقون فواتير الغاز والكهرباء. ده بدأت في نابولي في ايطاليا، وبعد ايطاليا بدأت في المانيا، وبعد المانيا بدأت في بريطانيا النهاردة. الكلام ده كان يوم 6/9 بالامس مساء. الناس في ايطاليا في نابولي مش عارف هنعرف نشغل ولا لا عشان حقوق الطبع والنشر، ولكن خرجت في مظاهرات حاشدة وبدأوا يعمل ايه، احرق العشرات من المحتجين فواتير الغاز والكهرباء وسط نحاول عشان نمنع الصوت، وديهم اديكم شايفين ماسكين الفواتير كلها وبيحرقوها قدام العالم، ومش هندفع كهرباء ومش هندفع غاز، والدنيا مقلوبة في ايطاليا. بعدها على طول بدأت في ألمانيا، والنهاردة بدأت في لندن أو في بريطانيا. فهل الكلام ده يا جماعة هيحصل فيه أو هنشوفه في الدول العربية؟ لأن لكل شيء طاقة. أنا مش بقول إن أنتوا لازم تعملوا كده، ولكن إحنا بنقول للمسؤولين والحكومات خدوا بالكم الغرب وصل لإيه، واللي بتقول عليهم دول ناس فاهمين وناس يعني تمام وناس دول عظمى وكده. الكل بشر ليه حدود، فلتفادي أي حاجة زي كده في الدول العربية بنطلب من الحكومات التعلم من الدروس. زي ما قلنا زمان ساعة لما بدأت المظاهرات في تونس في 2011 في ربيع العربي، وطلع الرئيس قال لهم أنا فهمتكم، ومع ذلك قلنا للدول العربية كلها تاخد بالها من الحكاية دي، ولكن جم الرؤساء قال لك سيبهم ده مش عارف ايه، احنا ما يوصلش عندنا لكده. والدول العربية بالكامل ابتدت كانت هتدمر في الربيع العربي، وما خدناش الدرس وما تعلمناش الدرس من تونس. فاللي احنا بنقوله اللي حاصل في ايطاليا واللي حاصل في لندن واللي حاصل في بريطانيا، والناس احتجت وبتحرق الفواتير والمناظر صعبة جدا، ممكن يحدث هذا في الدول العربية. فبنحذر الحكومات راعوا شعوبكم، لأن الضغط على الإنسان خلاص كل حاجة لها ليمت لها حدود، والناس ضاق العيش بيهم. فنقرأ تاني بنقول أحرق العشرات من المحتجين فواتير الغاز والكهرباء وسط مدينة نابولي الإيطالية يوم الجمعة احتجاجا على ارتفاع الأسعار الطاقة والغذاء، وينتمي المتظاهرون بشكل رئيسي إلى حركة العاطلون على العمل، وهي إحدى ضواحي نابولي، حيث تجمع المتظاهرون أمام مكتب البريد المركزي وصاروا لاحقا نحو مبنى البلدية. وقال المتظاهرين لا نريد أن ندفع ثمن حربهم أو أزمتهم أو تكهناتهم. وقال متظاهر آخر بالإضافة إلى فواتير الطاقة سنموت جوعا، اقروا كده الإيطاليين بيقولوا كده، سنموت جوعا لأننا لن نتمكن من وضع الطعام على المائدة لأبنائنا، لقد زادت أسعار الحليب والمكرونة وزيت الزيتون وكذلك صلصة الطماطم والفاكهة، لم نعد قادرين على شراء الفاكهة بعد الآن، أصبحت الفاكهة سلعة فاخرة. وهي دلوقتي في الدول العربية والله سلعة فاخرة، مش كل الناس قادرة تجيب حتى فاكهة. فأنا خايف ان هذه العدوى تنتشر الى دولنا. فبنقول تاني للحكومات ارجوكم تعلموا من الدروس اللي حواليكم. في مقال ثالث، السياسة لا تهتم بالمواطنين، وسائل الاعلام تعطي اخبارا كاذبة مع زيادة الناتج المحلي الاجمالي وانخفاض البطالة، اين يرون هذا؟ زي ما بيحصل في كل دولة يقولك البطالة قلت والنمو زاد والناتج المحلي زاد، وهو الكلام ده مش شفاف مش صح. انهم يهتمون فقط باعمالهم، والحرب سيخلقون وباء جديدا لكسب المزيد للمال، انهم يقطعون اعانات البطالة، انهم يطلبون منا بشكل اساسي ان نذهب ونقوم بالسرقة،
انهم يجبروننا على ان نصبح لصوص. اذا كان ده كلام ايطاليا، امال الشعوب الفقيره ودول العالم الثالث تعمل ايه؟ ارجوكم ناخد بالنا من القادم، ارجوكم ناخد بالنا من القادم. وهنا تاني بالفيديو محتجون يحرقون فواتير الغاز والكهرباء في نابولي يوم الثلاث 6 سبتمبر 2022 من جريده او موقع البوابه نيوز. وبرضو نفس الفيديو نفس الكلام، وده انا بحذر تحذير لكل الشعوب والحكومات، لان ما يحدث في الدول الغربية وفي اوروبا سهل جدا يحدث في الدول العربية، لان الدول العربية تعاني ولكن الشعوب خايفة على دولها وخايفة على بلادها من الانهيار. ولكن زي ما قال هنا، احنا نعمل ايه؟ نسرق ولا هتجبرون على ان نصبح لصوصا؟ فيعني انا شايف ان الموضوع ده مش بعيد عنا ومش بعيد عن الدول العربية، فيا ريت ناخد بالنا وربنا يعديها على خير. كمان بقى عندنا الخبر المهم ده، قصف اسرائيلي يخرج مطار حلب عن الخدمة، وده يوم الثلاث 6 سبتمبر 2022. وهل خلاص اسرائيل بتستباح اي دولة؟ يعني اسرائيل بتضرب في فلسطين زي ما هي عايزة وما فيش اي تدخل عربي، وما نقولش بقى النعرات اللي احنا عاملينها، احنا ما حدش يقدر يمد ايده. اسرائيل بتستباح المسجد الاقصى بمزاجها، بتستباح الفلسطينيين المحتلة، فلسطين ارضها محتلة قديلها 50-60 سنة وما حدش قادر يفتح بقه ولا يتكلم. بعد كده استباحت لبنان وضربت في لبنان وبتهدد انها تخش بيروت وما حدش قادر يتكلم. وبعد كده دخلت سوريا وبتضرب في سوريا كل يوم وبرضه محدش، لغاية ما ضربت المطار واخرجته عن الخدمة بالكامل. وهنا كمان سوريا تحول الرحلات الجوية من مطار حلب الى دمشق بعد العدوان الاسرائيلي، وده برضه كان بتاريخ 6 سبتمبر. يبقى الامم العربية بتعمل ايه، وجامعة الدول العربية بتعمل ايه، وكل رؤساء العرب بيعملوا ايه؟ ما الدور هيجي على بلادنا، الدور هيجي على دولنا لو ما فيش وقفة. ما بقولكش خد صاروخ وخد طيارة وروح حلب اسرائيل، لكن اعمل وقفة كبيرة الدول كلها تقف وتقول الا الضرب، الحاجات المدنية كمان يضربوا زي ما عايزين. لو في حد واقف قدامهم بقوة عسكرية بقى قوة عسكرية قدام قوة عسكرية، ولكن تخش دولة وتضرب المطار اللي فيها بحجة اي كلام، فمش عارف الدول العربية بتعمل ايه. وقالت وكالة انباء النظام السوري سانا الثلاثاء ان مطار حلب الدولي شمالي البلاد تعرض لقصف جو اسرائيلي ما ادى الى خروجه عن الخدمة. انت عارف يعني ايه ان انت بتخرج مطار عن الخدمة؟ دي ما بتحصلش نهائي الا في الحروب الكبيرة. واضافت الوكالة ان الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان الاسرائيلي واسقطت عددا منها، ونقلت عن مصدر عسكري لم تسميه قوله انه حوالي الساعة 8:15 من مساء اليوم الثلاثاء 6/9 نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي، ما ادى الى اضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة. وقبل كده برضه في 31 اغسطس يعني من قيمة اسبوع تعرض المطار لقصف اسرائيلي ادى الى خروجه عن الخدمة. يعني خلاص وكالة من غير بواب، الدول العربية مستباحة، ولو جه الدور على دولة عربية بعد كده هتعاني وهتقول محدش واقف جنبي وما فيش حد كبير ولا بعيد عن هذا. ما تقوليش انا دولتي كبيرة. دلوقتي النظام العالمي بيستضعف اي دولة عربية ومحدش بيقدر يفتح بقه وبيتكلم. واولادنا بيسألونا، ابني الصغير بيقول له هو ليه يا بابا ازاي يعني ايه يخش يضربه مطار؟ اقول له ايه؟ اقول له يا ابني الدول العربية قاعدة مش هممها اي حاجة غير النزاعات والفروقات الطائفية والانهيارات الداخلية اللي عملوها وخلقوها الغرب برضو. فيا جماعة يعني ربنا هو بس اللي يرحمنا ويرحم الدول ويكون مع فلسطين ومع سوريا ومع ليبيا ومع العراق ومع كل الدول اللي بتنهار من الداخل
الاول وهيجي الدور على الباقي. خلي بالكم هيجي الدور على الباقي، ولو ما اتحدش العرب وخد قرار يقف بيه قدام العالم كله، العرب يعدي الاتنين مليار بني ادم، يعني يقدروا يقفوا ويقدروا يكونوا قوة كبيرة امام العالم في الانتهاكات اللي بتحصل للدول العربية. هنا انا طولت على حضراتكم، ولكن لم يتبقى لي الا ان اشكركم لوجودكم معي لهذه اللحظة، وكمان بفكر حضراتكم بعمل اللايك، ما تنسوش اللايك للفيديو يا جماعة، مهم جدا علشان نستمر، وياريت تنشروا الفيديو لتعم الفائدة على الجميع، وتشترك في القناة وتفعل الجرس، مهم جدا عشان يصلك كل جديد. شكرا ليكم، ما تنسوش الدعاء، ارجوكم ارجوكم ساعدوني على نشره. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والحروب، وانزل رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين، امين. يا ريت مليون امين تكتبوها، وتكتبوا مليون دعاء، خلي ربنا يستمع لتضرعاتنا اليه. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام ختام.